رجعنا لكم مره ثانيه، وزي ما قلنا لكم كده قبل الفاصل هنتكلم معاكم عن دراسه بتقول انه الناس الاكثر تفاعلا على السوشيال ميديا وفي الشات وعندهم جرأه كبيره جدا وبيفتحوا مواضيع كتيره جدا جدا جدا، في الواقع هم بيتكسفوا قوي وانطوائيين جدا، ولما تيجي تقابلهم وتتكلم معاهم ما تلاقيهمش زي اللي على الشات. وفي ناس كتيره جدا اتصدمت لانه بعض الاشخاص ممكن بيكونوا بيتعرفوا على بعض من خلال السوشيال ميديا وبعد كده يبداوا ينزلوا ويتقابلوا، فيقول لك ايه ده، ده غير مكان في الشات خالص. بالظبط. في كمان ناس بتتفاعل بشكل كبير جدا على صفحات المشاهير مثلا ويقعدوا يكتبوا لهم كومنتات ملاش اي داعي يعني، وهجوم وانتقاد واسئله في حياه يعني اسئله خصوصيه جدا واسئله شخصيه جدا، وتلاقيه ان هو في الواقع ما يقدرش يواجه الفنان ده، ما يقدرش يواجه الشخص ده بالطريقه الفجه اللي هو بيتعامل بيها من ورا شاشه. صح. الموبايل. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا هعتبر في ناس في حياتك كده ولا لا؟ انا هعتبر كلامك جزئين. الجزء هاخد الجزء الثاني شويه بتاعت حته بتاع المشاهير دي. لان لا انا شو يعني، في ناس ممكن اكون عارفها او من مثلا من ترددنا مثلا على المهرجانات والتكريمات والحاجات. الناس مشاهير تقصد يعني ولا الناس اللي بتكتب؟ اه الناس اللي بتكتب، انا فلان اللي كنت كاتب قبل كده كذا، انا فلان مش عارف. بنيجي نتعامل بقى على ارض الواقع، لا بنشوف الناس دي مستخبيه ورا شاشه. يعني الناس دي ما بتعرفش تهاجم او تعبر عن رايها. بالظبط. ايوه. غير من خلال ان هم يكتبوا الشاشة. يكتبوا شاشه. فدي ده جزء موجود عند ناس كتير. الجزء بقى الاولاني، ان بصي هو موضوع الشاتنج والتايبنج بيبقى فيه راحه. اول حاجه ممكن تلاقيه قاعد نايم على السرير بيحط رجل على رجل بيعمل تايبنج. ما انا بقول لك هي ناس وناس. في ناس تلاقيها مثلا ان هو حاسس ان هو مش متراقب، مش متشاف، فبيتكلم وخلاص. فما تيجي بقى تنزلي مع الشخص ده او تقابليه او ايا كان الموضوع، تلاقيه مختلف. ليه؟ لان هو قاعد عايز يشوف بقه بيتحرك ازاي، شكله عامل ازاي، مش عارف ايه. فممكن تلاقيه مشوش بحاجات تانية، فمش قادر يكون على طبيعته، بيتكسف فيس تو فيس او حاجه زي كده. فدي حاجات بتبقى موجوده. وعايز اعلق على الموضوع ده بالذات، انه يمكن البادي لانجوج بتفرق طبعا. يعني في ناس ما عندهاش ثقافة ان هي تعرف تعبر عن نفسها وعن اسلوبها في الكلام يعني فيس تو فيس قدام الاشخاص، لكن بيقدروا يتكلموا بحرية واريحية اكتر طبعا بشكل على الموبايل يعني. ده ليه؟ بسبب عدم ثقتهم في نفسهم او الاعتقاد السائد ان هم فاكرين ان هم ما عندهمش ثقه في نفسهم. في ناس كمان ممكن تبقى الشكل اللي هو مش المثالي اللي احنا متعودين عليه، جسمها ما يبقاش مثلا الجسم المثالي، شكله ما يبقاش اللي هو الوسيم قوي، فدايما بيحاول يهرب ويعوض ده من خلال السوشيال ميديا او من خلال الشات، ان هو دايما بيبقى مختفي فعايز يثبت وجوده اكتر او يبقى بيحس بالثقه اكتر وهو بيتكلم ومش متشاف. اول ما بينزل بيبقى حاسس ان هو خجلان من نفسه، ولكن طبعا ده غلط يعني، اكيد مش صح. لكن ممكن يبقى حاسس ان هو مش حلوه قوي، هي جسمها مش بيرفكت قوي، فالناس ممكن ينتقدوها كذا كذا كذا. ولكن كل واحد عنده حته كده حلوه ربنا مميزها بيه. بالظبط. فلازم تبقى واثق او تبقي واثقه من كده، يعني انت مش بتتكلمي لمجرد انه انت عشان شكلك او عشان جسمك، انت بتتكلمي عشان روحك حلوه، عشان شخصيتك مثلا حلوه. فاعتقد انه ده السبب اللي بيخلي الناس ممكن تبقى عندها عزله او انطوائيه بعض الشيء. والله بصي انا هاخد من كلامك وازود عليه، ان الناس لو هي معلقه شويه على موضوع الشكل، فهو يعني الشكل ما بيدومش. دي حاجه احنا كلنا عارفينها، كلنا بنكبر ونسبي كلنا كمان. بالظبط. وعمر يعني هل مثلا كل البنات ولا الاولاد اللي بيحبوا بعض كلهم خلاص يعني جمال؟ يعني جمال جدا وامراض جدا لا خالص. يعني مش شايف ان ده مقياس. يعني انا بشوف لا، ان في ممكن بنات كتير لسه. وانت ممكن تشوف واحده جميله غيرك ما يشوفهاش اصلا جميله، والعكس. بالظبط. وممكن تبقى جميله جدا وما تعرفيش تقعدي تتكلمي معاها كلمتين من كتر ما هي ما عندهاش روح. مزبوط. ولا شخصيه. بالظبط. والحاجات دي دارجه جدا سواء في الرجاله او في البنات، فهي عمرها ما بتكون مقياس. بس انا برضو ساعات بلتمس العذر لبعض الناس، ان هو هي مش حته الشات، ان ساعات برضو الفويس نوتس، يعني ساعات ممكن تبقى حياتهم شويه
عارفه اللي هو ايه، مش قادر يتكلم دلوقتي، مش ما بيحبش مثلا يفضل ماسك التليفون، فبالنسبه له فويس نوت اريح. في ناس كده، فاهم قصدي؟ انا ممكن اكون بقى من الناس اللي هي يعني شوف يعني بحب اجيب يعني الحاجات. انت ما تتكلمش في التليفون بس ممكن تبعت فويس نوت، يعني ممكن حد تتعامل معاه لو حاجه مش مستدعيه. لا لو حاجه مستدعيه بتكلم على طول، ما عنديش خلق. انا معترف، ما عنديش خلق. لكن ممكن اكون قاعد لا مع اصحابي مثلا بنهزر او بنتكلم في حاجه او بنتفق على حاجه على الجروب مثلا، كلنا شغالين مع بعض فويس نوتس عادي، مفيش مشكله خالص. في حاجات مثلا ممكن اكون منزل ستوري حد علق عليها، فنفضل رايحين جايين مثلا لمده ربع ساعه فويس نوتس. الموضوع لو هنا جه مكالمه هيبقى سخيف، لان احنا الموضوع رايح هزار. بس ده ملوش علاقه بالانطوائيه. لا ده ملوش علاقه بالانطوائيه، ده ملوش علاقه باللي بنتكلم فيه. يعني ده استسهال او مثلا تريح دماغ. انت قلت ايه؟ ايه على ايه؟ انت ايه من شويه حالا؟ ارجع ثانيتين. قلت كلمه نسيت والله. الزهايمر مش سايبني في حالي والله. الزهايمر والله بيطاردني الايام دي. فلا اللي عايز اقول لك ان هي بتبقى حاجه مثلا معلق على مثلا حاجه في ستوري معينه. فمثلا احكي لك موقف سريع. انا بقالي فتره نوستالجيا مسكاني، فعملت ستوري وانا جاي بنوستالجيا، جالي ريبلايز كتير عليها، جالي رد عليها كتير. فكل الناس دي مش هينفع ان انا اقعد اتكلم، فهي الحلو في اللحظه دي هي الفويس نوت. واللي قدامي بيسمع فبيفكر هيرد عليا بايه، علشان الموضوع بقى رايح جاي افيهات وبنهزر وواخدين افيهات الافلام حاطينها في النص. فهنا بيبقى ليها حاجة تانية بعيدا عن الدراسة واللي بنتكلم فيه خالص.